كنمشي لأكادير مراكش فين تكون بعد أصلين في كينين أصلين أصلين كلشي عارف نفسي ديما كاملين عارفين ولكن مكنتسوقش ليهم وكان بعد أصلين كنا كنمشي للمدينة كندبر راسي مرة مرة فهمتي مكندبرش على راسي بزاف فهمتي أنا مشينا ديك النوع اللي كيدير البلانات بزاف أنا خصني كنديرها مرة مرة فهمتي فرمدان لا فرمدان مكنديروش كنديرو مرة مرة ورا الفطور ورا الفطور فرمدان كتمارس تا كنفطر كنفطر كتفطر زعما راه صافي فطرتي راه كنفطر كنفطر كنتكيف هذاك كيعيط لي كنجي ما سمحه عاد كندوش صافي كنحيد هذاك الشيء ما جاتش 200 درهم 300 درهم 50 درهم 20 درهم تقدر وي ما نقدرش 20 درهم 50 درهم دير والو شحال 500 درهم لما كانت 300 درهم الفوق ما نخرجش كاين لي بولادو كيمارس مع الدراري بولادو شيباني وبعكازو كيمشي كيمارسي معاه كيقول دري وقعت لك نتايا وقعت لي شحال مرة فينا واحد كيقولو لواحد بلغيصة كيقولو لا تيزنيت بعكازو وكيقول كيقول لي يلا معايا عجبتيني ويلا مشيت معاه بعكازو شحال عندو تقريبا من عام تكون عندو 60 عام الفوق 60 عام الفوق هو كيبغي الدراري كيموت عليهم بلي بيهم عندك ما دير لي طمعني واحد قال لي عجبتيني كرا بارتما وعطاني 1000 درهم شديت 1000 درهم صيفطني كازو هاديك عاود رجعت عندو صيفط لي 300 درهم صيفط لي 300 درهم صافي سرق لي تليفون جبت لي البوليس وعتقلو ديالك تليفون جبت لي البوليس المهم نطوي عتقلو كاينين هذا اصلا هذا اللي وقع لي معاه شي لعيب كاس وشي لعيب موس كوجي كان غيخسرو ومشي جبت لي البوليس دخلوا عليه تما انا معروف اكادير بزاف معروف كازا ياك معروف اكادير كنجي معايا 50 ريال 2000 درهم على الاقل كنجي معايا ديك النهار جبت معايا 1500 درهم 1500 درهم في السيمانه كتجيب معاك اصلا كان كنشدها كيعطي لي صاحبي اصلا داك اللي كنشد الناس ها كنخسرها في البيران وفي القهاوي وفي الصالونات كتكمي كتكمي ما كنكميش الكارو كنكمي الشيشه